سفانة سياج، عندي مشروع مطرزات السفونة يدويا. طبعا له مشروعي تقريبا 5 سنين، عبارة طبعا عن قطع أثرية كلها تطريز هاند ميد، يعني يدوي كله. والحمد لله احنا اي بازار بصير عنا او اي مثلا مناسبات برضو انا ان شاء الله بشارك فيها. واليوم شاركت اللي هو في المتحف طبعا اللي هو الخليل عن مشروعي، وطبعا مشروعي اللي هو كله شغلي وقطع يعني كتير مرتبة، ويعني كمان برضو كمان في طلبيات عليها والحمد لله رب العالمين. وأنا شجعت برضو أني أجي اليوم عشان المتحف كل الناس أنها تيجي عليه، لأنه كان المتحف ما كان له دور يعني كتير، فهلأ الحمد لله صار له دور. وطبعا عن طريق مثلا التلفزيون، عن طريق الراديو، عن طريق التواصل الاجتماعي، أنا بشجع أي حد يجي اللي هو على المتحف يجي عنا يكون له دور بالنسبة للمناطق الأثرية في الخليل وبالنسبة للتراث الفلسطيني. هذا طبعا هويتنا وهذا معروف هذا الإشي يعني، فإحنا نبرزه من عدة جوانب. يعني حتى أنا أبرزه مثلا عندي عن طريق اللي هو شغلي، مثلا عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي فيسي، عن طريق الانستغرام، عن طريق مثلا انه كمان يتعرفوا على شغلي في البازارات اذا صار في بازارات كمان. والحمد لله والاقبال كويس ومنيح، وانا بشجع اي حدا يجي على البلدة القديمة. بدر الضعور التميمي، رئيس تجمع الحرف التراثية ونقابة السياحة. طبعا احنا اليوم موجودين في فندق فلسطين سابقا، متحف الخليل القديم حاضرا، موجودين في معرض للحرف التراثية وخاصة المطرزات. طبعا النشاط هذا قامت فيه لجنة الأعمار مشكورة، احنا كنقابة السياحة موجودين في هذا النشاط قدر المستطاع لإعطاء فرصة لعدد من الشابات والحرفيات لعرض منتوجهم التراثي، خاصة بما تحمل هذه المطرزات من نقوش ورسوم بتمثل جزء من تاريخنا وحضارتنا وتراثنا، بتمثل البيئة اللي احنا موجودين فيها. خاصة احنا موجودين في منطقة الإسرائيل 24 ساعة بسعى لتهويدها، لإقصائنا، لتفريغها. هذه رسالة للاحتلال إنه نحن موجودين في ثقافتنا، في حضارتنا. كمان هو رسالة للمواطنين وللأهل، زيارة هذه المواقع اللي يعني بتشكل تاريخ عريق لهذه المنطقة. المطرزات بتعملها بعض النساء وبعض العائلات، خاصة جزء منها في البلد القديمة، بتساعدها في تحسين وضعها الاقتصادي، زائد الحفاظ على هذه الهوية التراثية. بالماضي كانت عندنا مشكلة، انه بالماضي كانت عندنا فرصة لهم ممتازة، كانوا يعرضوا معظم منتوجاتهم بجانب الحرم ابراهيم الشريف. لما صار الاحتلال اغلق هذه المحلات وسيطر عليها، صفى عندهم مشكلة لعدم عرض هذه المكان. كمان ما في وفود كما بالسابق، فاحنا بنحاول قدر المستطاع من خلال البازارات ومن خلال هذه المعارض نعطيهم فرصة لتسويق منتجاتهم، زائد للحفاظ على هذه الهوية التراثية الثقافية.